الكنتالوب أو الشمام، شمامة واحدة بديلة للأنسولين وعلاج مرض السكر نهائيا وتنشيط البنكرياس. يبقى كده أكيد عرفتوا الوصفة بتتكون من إيه، بس ما تعرفوش هتاخدوها إزاي أو هتعملوا بيها إيه. فالفيديو ده مهم جدا جدا لكل مرضى السكر، فياريت تتابعوا الفيديو للآخر، ومن أول الفيديو لآخر الفيديو معلومات مهمة والله يا جماعة. هما المكونات دي أنسولين طبيعي ومضاد للالتهابات وتنميل الأطراف. عندك أطرافك بتنمل أو حاجة من مرض السكر بتعالجه. يبقى على طول بقى نخش في الوصفة، بس بنتمنى منكم إنكم تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هي إيه الوصفة اللي أنت عاملاها ديت، أو هي إيه أهميتها لمرض السكر؟ هقول لك. طبعا في المغرب، بس انا بروح على حاجه، في المغرب بيسموا الكنتالوب ده او الشمام، عندنا في مصر بنسميه كنتالوب او شمام، بيسموه سويهله او حاجه زي كده، سويهله هو تقريبا لو انا بنطقها غلط ممكن تصححوها لي، تقريبا في المغرب يعني. طيب هي ايه اهميتها؟ الشمامه ديت او الكنتالوبايه ديت رخيصه اول حاجه، وفيها سكر الفركتوز. ده بقى الحاجه المهمه قوي، ان حضرتك اي سكريات بتاخديها في جسمك بتتحول لجلوكوز، هو الجلوكوز ده بقى اللي بيرفع السكر وبيعمل لك مضاعفات. لا احنا عايزين بديل ليه، ويكون سكر برضه بس ما يعملش اضرار، اللي هو الفركتوز. طب اهميته ايه؟ من احلى المواد اللي ممكن تقابلها في حياتك الكنتالوب ده، ليه علاج وزيادة مستقبلات الانسولين. الكنتالوب بيخلي الانسولين يشتغل كويس، لو عندك شوية انسولين بسيط خالص وعلى قدهم في البنكرياس لو انت نوع تاني بيشتغل. سكر التراكمي بعد ما تاخدي الوصفة اللي اقولك عليها دي هتلاقي الدنيا اختلفت معاكي خالص. انت محتاجاها لتصنيع جسمك دي، ومقاوم ورفع مناعة، محتاج كاروتين، حاجات رفع مناعه ومضادات اكسده، فبالتالي مش هيجيلك مضاعفات مرض السكر اللي هي قدم السكري وغيره. شفتي بس شمامه واحده او كنتالوبايه واحده، حاجه بس فرقت معاكي في حياتك. طبعا الحاجه اللي معايا الحبه السوداء، الحبه السوداء ديت يعني سبحان الله فيها شفاء لكل داء، سبحان الله. يعني لو دورتوا عليها هتلاقيها من احلى المواد اللي بتعمل على انعاش الجسم بالانسولين، وبتزود حساسيه الانسولين للخليه يعني مع الوقت اصلا، او الناس الا وهي الايه؟ الحبه السوداء. فبالتالي انت كده عرفتي ان احنا هنستخدم كنتالوب او شمام وحبه سوداء. طب هنستخدمهم ازاي بقى؟ يلا نخش على الوصفه على طول. انا بتاسف لكم ان انا بس شرحت لكم في الاول، بس الشرح اهم. هتسالي وناس بيسالوا في الكومنتات ايه اهميه الشمام او الكنتالوب، لو مش متاكده من كلامي ممكن تخش على الجوجل وتبحثي عنه بالانجليزي كمان، اللي انت عايزاه كله هتلاقيه موجود. هنستخدمه ازاي بقى؟ اول حاجه هنقطعه حتت كده، ده لازم يعني. هنجيب شمامه زي دي تكون دي كبيره، هناخد ربعها. طب انا خدت ربعها وقطعتها هنا، تمام. هعمل ايه؟ هجيب معلقه من الحبه السوداء، معلقه كبيره، معلقه كبيره دي، معلقه يعني ايه معلقه شاي مثلا، دي معلقه كبيره، فاخد نصها بس واحطها هنا كده، واجيب نص كوب ماء، ميه عاديه مش سخنه ولا اي حاجه، واقوم حطاها عليه، وبعدين اجيب الخلاط واضرب كل المكونات دي في قلب بعض. نجيب خلاط ونقوم حاطين كل المكونات دي فيه، بس نضربهم بقى يا جماعه، وهنطلع لكم العصير اللي هنشربه وهنقول لكم ازاي تشربوه. يلا بينا نضربهم في الخلاط اهو، بصوا اهو نضربهم في الخلاط. يبقى عملت ايه؟ جبت ربع شمامة من دي على معلقة شاي كده من الحبة السوداء، ما كتروش قوي من الحبة السوداء، ومليت نص كوب ماء عادي متفلتر خالص، وهنضربهم كلهم في الخلاط هنا. يلا بينا. بعد ما ضربناه يا جماعة كده اهو، هنصفيه بقى في الكوب اللي احنا اصلا كنا حاطين فيه مية. اهو معلش صرصر بنا. بس بصوا بقى يا جماعه الكوب ده هناخده ازاي بقى؟
الكوب ده مهم جدا جدا لمرض السكر. فالكوباية دي يا جماعة هي يعتبر بمثابة السحر لمريض سكر. عملنا فيها ايه؟ خدنا ربع كانت كوباية او شمام ومعلقة من الحبة السوداء او حبة البركة، بيسموه حبة البركة برضه. طب هناخدهم ازاي؟ هناخد الكوب ده ازاي؟ اهم حاجة في الكوب ده يا جماعة انك تغصب عليه. طب هناخده ازاي؟ اول حاجة وانت بتفطري كده كبديل للعصير تقومي شاربه كوب من ده وانت بتفطري، مش قبل الفطار او بعده، لا وانت بتفطري. وايه تاني؟ وانت بتتغدي برضه. وايه تالت؟ وانت بتتعشي. يبقى كده خدتهم كام مره؟ 3 مرات في اليوم الواحد، بتاخدي 3 مرات بس. ايوه بس الحبه البركه كتير عليا او الحبه السوداء كده كتير، ما تقلقيش خالص، انا اديكي معلقه شاي مع كل مره. لو حسيتي في انها اي مشاكل وقفيها على طول، تمام؟ ناخدها الفتره هتحسي ان كل حاجه كل حاجه اختفت من عندك. يعني دلوقتي انت كنت بتشتكي من تنميل اصابع او اطراف، ما اختفت من عندك. التهابات في الاطراف اختفت من عندك. فكل المشاكل دي عالجناها بكوب واحد من ده بس. طب هنمشي عليه قد ايه؟ تمشي عليه مده مثلا اسبوعين، وان شاء الله نبتدي نعمل تحليل اتش بي اي 1 سي او تحليل السكر، ونشوف الدنيا اتظبطت. اوقف العلاج؟ لا ما توقفيش العلاج، امشي على العلاج لحد اما الدكتور بس ايه يلاقي السكر اتظبط. لما اصلا هو هيتصدم لما يلاقي الرقم اتظبط، هو هيسالك انت عملت ايه او انت عملت ايه، خدت ايه. فسبحان الله حاجات طبيعيه وحاجات يعني كويسه جدا جدا نقدر نستفيد بيها. طالما تقدر تستفيد بيها استفيد بيها. كوب واحد زي ده يغير لك حياتك، ماشي؟ لو حد بس عايز الوصفه بسرعه، هيبقى عندك شمام او كنتالوب. وعلى فكره هو سعره رخيص جدا جدا، مش غالي قوي. يعني هتجيبي دي تقسميها 4/4 مثلا، تاخدي ربعها تقطعيها حتت زي حتت زي دي كده، يعني متبقيه واحده حتى حتت زي دي، تشيلي القشر ترميه، وتحطي عليها نص كوب ميه، وتحطي عليها معلقه شاي من الحبه السوداء او حبه البركه، وتطحنها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مره معاهم كوب، مده اسبوعين ونحل. بس كده يا جماعه هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكريني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله ان السكر يتظبط عنده والمشاكل اللي بيعاني منها كلها تختفي، اتحداكم جميعا. فجربوها، يا ريت بس الناس اللي بتنتقد يا ريت بس تشوف الدنيا وتشوف الوصفه وتقرا عنها. ايوه في صح يبقى لي اعمله، في غلط تقول لي عليه. بس كده. وبنشكركم جميعا جدا جدا على دعمكم لينا، وبنشكر بالاخص الناس اللي بيعملوا لايكات وبيعملوا شير للفيديو. فاحنا عايزين بس نعرف انك لو عملت شير للفيديو، جاي من الحبه السوداء او حبه البركه وتطحنها في الخلاط، تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مره معاهم كوب، مده اسبوعين ونحل. بس كده يا جماعه هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكريني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله ان السكر يتظبط عنده والمشاكل اللي بيعاني منها كلها تختفي، اتحداكم جميعا. فجربوها، يا ريت بس الناس اللي بتنتقد يا ريت بس تشوف الدنيا وتشوف الوصفه وتقرا عنها. ايوه في صح يبقى لي اعمله، في غلط تقول لي عليه. بس كده. وبنشكركم جميعا جدا جدا على دعمكم لينا، وبنشكر بالاخص الناس اللي بيعملوا لايكات وبيعملوا شير للفيديو. فاحنا عايزين بس نعرف انك لو عملت شير للفيديو